It's up to you. طيب يعني طب خلاص هقول لك حاجه معلش. لا طب ممكن اقول لك انا وهند انا وهند هنرجع للقطر بتاعنا عشان عايشين في البيت. ده عادي ولا انا حاسه اللي بيحصل ده عادي ولا لا مش عادي خالص؟ انا مش فاهم ايه ده. انا وهند انا وهند عايشين في 105 مليون. طيب خلاص بما ان اللي بيحصل مش عادي يعني احنا متفقين. لا مش عادي احنا هنقول خلاص احنا اكشلي مرتاحين للاوفر بتاع دينا الون 6 مليون على 20%. مبروك مبروك عليك. يا ربنا عشان الشعاع. يلا مبروك مبروك ساولي عشان اجي اعمل لكم كونتنت. ثانك يو مبروك 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 مبرو